بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، معالي الأستاذ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب مع بداية فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الإعلام العربي الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان الإعلام العربي ثقل المتغيرات وأعباء الأزمات. نناقش فيه آخر التطورات في مشهد العمل الإعلامي العربي في المنطقة، ونسلط الضوء من خلاله على معظم الجوانب التي فرضتها مختلف التغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأيضاً التكنولوجية. على مدى اليومين المقبلين يشهد المنتدى حضور كوكبة من ممثلي كبريات شركات الإعلام ووسائل الإعلام ونخبة من كبار العاملين في القطاع الإعلامي وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم للبحث في آثار الأزمة المالية، كما سيغطي المنتدى العديد من المحاور التي تتراوح في مضمونها بين مستقبل الصحف المطبوعة في ظل التقدم الهائل والانتشار الواسع لتقنيات الاتصال الحديثة. بيئة عمل المراسلين الأجانب في المنطقة العربية سيسلط الضوء عليها أيضاً من خلال فعاليات هذا المنتدى. أما الحرب الأخيرة على قطاع غزة فستنال تغطية خاصة لفحص كيفية تعامل الإعلام العربي مع أحداثها وأبعادها. الآن اسمحوا لي أن أدعو الأستاذة مريم بن فهد المديرة التنفيذية لنادي دبي للصحافة لإلقاء كلمة النادي. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، معالي الأستاذ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً ضيوفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومرحباً بكم متحدثين ومحاورين ومشاركين في فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الإعلام العربي وجائزة الصحافة العربية. حينما بدأنا في الإعداد لهذه الدورة كانت إحدى الصعوبات أمامنا هي اختيار عنوان يستوعب القضايا القديمة المتجددة ويحيط بالمتغيرات والظواهر الجديدة. فمن ثقل الأزمة المالية العالمية وآثارها على كافة الدول والأنشطة إلى تحديات السرعة الهائلة لفورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتغلغلها أكثر وأكثر في تفاصيل حياتنا وأعمالنا وأدوات تواصلنا، إلى تقلبات عديدة في الأوضاع والمعادلات السياسية والإقليمية والدولية. لقد ألقت هذه التطورات بأحمالها على أجندة العمل الإعلامي وآليات صنع القرار، ودفعت بعض المؤسسات والمنظمات الصحفية على اختلاف أشكالها لإعادة تقييم شامل لهياكلها وخطط عملها. من هنا جاء عنوان الإعلام العربي ثقل المتغيرات وأعباء الأزمات لدورة المنتدى هذه، خياراً معبراً عن المرحلة ومظلة للنقاش والحوار وتبادل الأفكار وتدارس الاقتراحات والتوصيات بحضور هذه النخبة المميزة من عناوين العمل الإعلامي في العالم العربي والعالم. ويصادف عقد هذه الدورة اقتراب الذكرى العاشرة لتأسيس نادي دبي للصحافة في عام 1999 بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أدرك في وقت مبكر الأهمية المتنامية للإعلام، فمنح دولة الإمارات دوراً إضافياً يعزز آليات التواصل الفكري والثقافي والإعلامي بين العرب والعالم وبين الشرق والغرب. سعى النادي خلال عقده الأول للإسهام في دعم وتطوير مسيرة الإعلام العربي، وأطلق العديد من المبادرات كان أولها جائزة الصحافة العربية ومنتدى الإعلام العربي، اللذين باتا مناسبة سنوية مهمة على أجندة الإعلام العربي،
يجتمع فيها الإعلاميون ويكرمون الإبداع والابتكار والتميز والجهود المخلصة في منابر الإعلام العربية. هذا إلى جانب الجهد البحثي الذي يرصد أحوال وتوجهات الإعلام في الدول العربية من خلال التقرير السنوي نظرة على الإعلام العربي. نتطلع بأمل وتفاؤل إلى أن تكون أعمال المنتدى هذا العام عند حسن ظنكم، وأن ترتقي مداولاته إلى مستوى توقعاتكم. وفي الختام أرحب بكم مجدداً وأكرر رسالة النادي والمنتدى والجائزة بأنه لا حدود لطموحاتنا، نرصد كل جديد ونواكب التطور ونسعى للابتكار والتميز، ونتطلع دائماً إلى الأمام ونردد مع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب: ما أنجز قد أنجز، وتاريخنا نصنعه بأيدينا ونكتبه في المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذة مريم بن فهد المديرة التنفيذية لنادي دبي للصحافة. والآن يشرفني أن أدعو الأستاذ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية لإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، يسرني أن أشارك في افتتاح أعمال الدورة الثامنة لمنتدى دبي الإعلامي، وهي واحدة من الفعاليات العربية القيمة التي أعتز بحضورها أو بمتابعتها، إذ تجمع راسمي السياسة الإعلامية في عدد كبير من الدول العربية، وبمشاركة لافتة من عشرات من المبرزين من الإعلاميين والصحفيين، أثق في أنهم سوف يجرون حوارات جادة وعميقة حول القضايا التي تشكل حالياً عصب مشاغل الإعلام العربي، التي لابد أن تتشابك أو تشتبك مع اهتمامات الإعلام العربي. ومن ثم أقدم شكري وتقديري لسمو الشيخ محمد بن راشد لدعوته الكريمة، وأهنئه على الإنجاز الكبير الذي حققه هذا المنبر منذ إطلاقه عام 2000، ليصبح كما نراه الآن رافداً دافق الحيوية في مجتمع الإعلام العربي، ودليلاً على حرصه على التواصل والتفاعل والتطوير. وبهذه المناسبة يهمني أن أهنئه بما شاهدته في دبي من نشاط وحيوية وانطلاق، على غير ما قرأته في عدد من التقارير الصحفية السلبية. إنني أرى هنا إيجابية.